ينضم الينا عبر الهاتف من القدس المحتله دكتور جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. حياكم الله، مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله. لماذا يصر الاحتلال على اغلاق باب الرحمه؟ وما الرسائل التي يريد ارسالها للفلسطينيين عبر اغلاق هذا الباب؟ نعم، نحن نعلم يقينا لماذا يصر الاحتلال، فليس الامر عبثا وليس يعني ترفا. الاحتلال خطط قبل عام 2003 وقبل إغلاق باب الرحمة أصلا، ولدينا المخططات وسقطت بين أيدينا ونحن على استعداد لتسليمها لكل وسائل الإعلام في العالم بجميع اللغات. هناك مخططات هندسية ومجسمات، وهناك رؤية لكنيس يهودي في باب الرحمة، كنيس في القاعات المغلقة وكنيس في 12 ألف متر مربع، 12 دونم، تقع هذه الأرض في وسط المسجد الأقصى بين باب الرحمة وقبة الصخرة المشرفة. الاحتلال عمل على هذا طويلا وعلى نار هادئة، والاحتلال فوج قطعان وسوائب المستوطنين ومنهم دواعش اليهود من باب المغاربة مرورا بالمصلى القبلي وصولا لباب الرحمة، وهناك أقاموا صلوات وتمرغوا بالأرض، وهناك أقاموا الزواج وأقاموا البلوغ وأقاموا جميع الاحتفالات اليهودية. لدى الاحتلال مخطط شيطاني شديد السوء، وهو الحقيقة لا يلوم عن حسن النوايا على الإطلاق. الاحتلال أصيب في مقتل عندما توجه المقدسيون دفعة واحدة وهبطوا إلى باب الرحمة وفتحوه عنوة رغم أنف الاحتلال، وبالتالي نتنياهو يعني الآن في هجمة ارتدادية يريد استلاب باب الرحمة مجددا، لكن عبث أن يحاول. نتنياهو يشعل المنطقة، والمنطقة بكاملها جاهزة للاشتعال إذا عبث نتنياهو بباب الرحمة مجددا. نعم، فتح المقدسيين باب الرحمة منذ إغلاقه بعام 2003، ما الذي غيره في معادلة الصراع في الأقصى؟ ما الذي سيغير فتح هذا الباب، وكيف أثر في الروح المعنوية للمقدسيين؟ يعني المقدسيون لا ينطلقون من معادلة صفرية من لا شيء إلى كل شيء، لا، هناك مراحل سبقت هذه المرحلة، يعني انتصارات متعددة. في تموز 2017 كانت هبة باب الأسباط واقتلاع هذا الربش، هذه يعني البوابات الإلكترونية التي نصبها نتنياهو أمام باب الأسباط أزيلت من الوجود. هناك صمود أسطوري للمقدسيين في الخان الأحمر ومنع هدم قرية الخان الأحمر لصالح المستوطنات الصهيونية شرق القدس. هناك أيضا صمود أسطوري للفلسطينيين في حدود قطاع غزة في مسيرات العودة، وأيضا انتكاسة الصهاينة ضمن عملية النخبة الخطيرة جدا في خان يونس ومقتل أعضاء هذه النخبة أو إصابتهم. إذا هناك معنويات أصلا تأججت في نفوس الفلسطينيين من أنكم لا يمكن أن تبقوا دائما تحت رحمة الاحتلال، عليكم أن تنهضوا. وبالتالي اعتقل الاحتلال يوم 22/2 فبراير 60 شاب مقدسي على اعتبار أنهم النواة الصلبة للحراك المقدسي، لكن في ذات اليوم وكان يومها جمعة في صلاة الجمعة جاء 60,000 شاب بدل 60 شاب، 60,000 هبطوا لباب الرحمة وفتحوا البوابات واقتلعوا الأقفال الصهيونية التي وضعت والأغلال في باب الرحمة. إذن على الاحتلال أن يفهم أن المقدسيين لا ينطلقوا من الصفر، بل لديهم معنويات عالية ومعنوياتهم تزداد يوم بهذه المعنويات كيف سيديرون المعركة؟ بهذه المعنويات كيف سيديرون المعركة التي ربما تؤدي إلى انتفاضة جديدة؟ نعم، هذا صحيح، هم يديرونها على مستويات متعددة. أولا بالصمود وبالثبات والرباط والحضور شخصيا بألاف، وليس كبضع عشرات بدأت في باب الأسباط ثم مئات ثم ألاف، إنما هنا بدأوا بالألاف أصلا، يعني بدأوا من القمة مباشرة. هذا على المستوى الشعبي والميداني وهم جاهزون لذلك رغم الإبعادات ورغم التنكيل ورغم الجرائم الصهيونية بحقهم، هذا أولا. ثانيا هناك حراك يعني عبر وسائل التواصل محليا وعالميا، هم يتواصلون بعدة لغات الآن مع أنصارهم من أحرار العرب والمسلمين في كل مكان، ويعني يبلغونهم أول بأول بما يحصل. ثالثا هناك شبكة هائلة من الإعلام الآن تغطي الأحداث أول بأول، ونتنياهو لا يستطيع أن يكون المتحدث الرسمي الوحيد في المنطقة. نتنياهو يخوض بازار انتخابي رخيص اتجاه الأقصى والمسرى. نعم، تأكيد الأمم المتحدة على أن الفلسطينيين يعني ضحية لتمييز والأعمال الإجرامية للاحتلال الصهيوني، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يساهم هذا الأمر في القضية الفلسطينية؟ نعم، هو الحقيقة أن المونوبول يعني السيطرة والهيمنة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية بدأت تنهار، وها هو العالم يستفيق على نازية جديدة وفاشية وعنصرية منقطعة النظير.
من أن يعني لم يكن الفاشيون السابقون هم وحدهم، إنما لا زالوا مستمرين عبر عنوان جديد اسمه نتنياهو وحكومة المستوطنين التي يقودها، وعليه أن ينهار وعليه أن يترك هذه الفاشية. إذن هذا القرار الأممي وهذا التصريح الصريح والشجاع يبنى عليه، لكن لدينا حكومة فلسطينية في منتهى الضعف، يعني لا تستطيع الاستثمار بشكل جيد مثل هذه المواقف الدولية. يعني هذه المواقف الدولية وهي ما من شك بمواقف عظيمة مثل موقف تركيا وماليزيا واندونيسيا، يعني متقدمة جدا إذا ما قيست بموقف بعض الدول العربية التي تؤيد التطبيع مع الصهاينة. ثلاث دول العربية باتحاد البرلمانات العربية أيدوا التطبيع مع الصهاينة بصورة أو أخرى. إذا هذا الموقف المتقدم دوليا هو فاق الدول العربية المطبعة مثلا، وهذا شيء يعطي الفلسطينيين استثمارا جيدا من أنكم أنتم الضحية، وعليكم أن لا تقبلوا بالإذلال الصهيوني، وعليكم أن تنطلقوا في كل الأفاق، فلكم أنصار في العالم، والعالم بدأ يرى مأساتكم وبدأ يناصركم محليا ودوليا. شكرا وعالميا. شكرا لك الأستاذ جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.